السلام عليكم شباب، معكم نزيم من أتحداك، واليوم رح نحكيكم أكثر عن هيلو 4 وخصيصا اللود أوتس والكلاسز اللي جايين باللعبة، اللي هن من الأشياء اللي زادوهم بالنسبة لهيلو 3 وهيلو ريتش. اليوم نحن 6 سبتمبر، معناتها أنه هيلو 4 رح تطلع على الأقل بعد شهرين، بس المشكلة أنه ما خبرونا كتير بعد عن اللعبة، وخاصة الأشياء الأهم اللي هن Weapons والLoadout. على Loadout رح تقدروا تغيروها كلها من فوق لتحت، الهلمت، الشست أرمر، الفيزر، الشولدر بيس، اللاجز، كله فيكم تغيروا الشقف منهم وتعمروا الأرمر اللي بدكن إياها باللون اللي بدكن إياها، وحتى بالسكن اللي بدكن إياها، إلا كم سكن متوفرين بس يلي عملوا بري أوردر للعبة. الشي الحلوين كمان اللي زادوهم بهيدي انه صار فيك تعمل شيء اسمه ستانز، يعني فيك تخلي سبارتنز تبعك يعمل بوز معينة ليوقف لتقدر تبرز حالك قدام رفقاتك. هلا شو اهم شيء بهيلو؟ اكيد الويبنز. عنا ويبنز قدام، بس عنا كمان ويبنز جداد، لانه صار عنا كلاس جديدة للويبنز اللي هن الفور رانرز. الفور رانرز هن ريس الين جديدة بقلب لعبة هيلو وبالسلسلة كلها. هيدول الالينز عندهم تكنولوجيا كتير قوية بالنسبة للكوفيننت واليونسي. عندهم بولس جرينيد، نوع من اكسبلوزيف يعمل اي ام بي بولس، بعد ثانيتين بيرجع بيتفجر وبيدمر كل اللي حواليه. عندكم اللايت رايفل اللي هو دوال مود جون، هو نوع من مزج بين الدي ام ار والباتل رايفل تبع اليونسي. عندكم السكاتر شوت اللي هو كمبدا بيشتغل مثل الشوت جان، بس اذا قدرت تقتل شخص فيه هذا الشخص بيتحول لعرمان. البولت شوت هو البيستول تبع البروميثيان، بتقدروا تعملوا له شارج مثل البلازما بيستول تبع الكوفن. وعندكم كمان السبريسر اللي راح يكون الاسالت رايفل تبع الريس البروميثيان. اخيرا في 3 اسلحه نعرف عليه شو اساميهم، اللي هن الريبيتر، الانسينيريشن كانون، والباينري رايفل اللي هو مفترضا السنايبر رايفل تبع البروميثيون. بالنسبه لليو ان اس سي تقريبا كل شيء بيشبه هيلو ريتش وهيلو 3 كاسلحه، بس من الاهم اشياء اللي كنا ناطرينه اللي هو رجوع الفرد المعروف من هيلو 3 اللي هو الباتل رايفل او البي ار. هلا اليو ان اس سي لانه صار عندهم انميز جداد قدامهم، صار كمان عندهم اسلحه جداد، منهم السبارتن ليزر اللي هو فرد بيقوس ضربة وحدة بدك تشرجها مع الوقت، بس قوطة أكتر من روكت لونشر. عندكم الريل جون اللي هو كمان تقريبا بيشبه المنطق تبع سبارتن ليزر، بس بده وقت أقل ليشرج. عندكم لايت ماشين جون اللي شوي بيذكركن باللايت ماشين جونز تبعون باقي الألعاب، فيه 72 راوند بقلب الكليب، ومبين انه هذا الفرد رح يكون شوي أقوى من المفروض. واخيرا عندكم الستيكي ديتونيتر اللي هو فرد بيقوس جرينيد بتلزق على شو ما يكون لو كان انمي او حد، وبترجع بتقدر تفجرها وقتها انت محتاجها تتفجر. اعتبروها سي 4 اذا بدكم. واخيرا عندكم الكوفيننت، مع انه هيدي المعركه الاخيره لالهم بتاريخ هيلو ما معناتها انه استسلموا من الاول. رح يكون عندهم 11 ويبن معينين، معظمهم كلهم معروفين او عاملين لهم ابديت من الفرودة تبعون هيلو ريتش وهيلو 3. بس من الاهم اشياء اللي لازم تعرفوها انه اذا ذكرين البلازما رايفل اختفى هذا الفرد، وصار عندكم الستورم رايفل. مع انه هذا الفرد بيتصرف مثل البلازما رايفل، منك مضطر تنطر كتير للفرد يبرد لترجع تقوس بولس كتير قوية. وهيدا كل شيء اللي عنا اياه لليوم، هيدا كل شيء اللي بنعرفه عن هيلو 4 لحديت هلا. وإذا عجبكم العرض ما تنسوا تعملوا لايك، فيفوريت، شير وسبسكرايب، وطبعا ما تنسوا تلحقونا على موقعنا atحداك.com. للمزيد من الفيديوهات عن هيلو 4 ما تنسوا تشوفوا البلاي ليست تبعت هيلو 4 عنا على القناة، أو واحد من هدول الفيديوهات مبينين قدامكم على الشاشة.